عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة اجتماعا موسعا بين الأمانة العامة ووفد دائرة مناهضة الفصل العنصري بمنظمة تحرير الفلسطينية. بحث الاجتماع استراتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ومخرجات الملتقى العربي لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية. كان التركيز على خطة التحرك التي أقرها الملتقى العربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في مقر اتحاد المحامين العرب، ووضع تصورا لخطة التحرك من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرته في محنته في هذه العدوان وهذه الحرب الإبادة التي يتعرض لها. تدارسنا عدة نقاط متعلقة بالأبارتايد المسلط على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في غزة، الغزة المعتدى عليها من طرف الكيان الصهيوني الآثم المجرم الذي تحدى كل القيم العربية والقيم الإنسانية